السلام عليكم، ياكم عبد الله، ورجعت لكم من مقطع جديد. وشرحنا هو اليوم عن جليتش نسخ سيارات. هذا الجليتش مرة سهل ومتطلباته سهلة، ما راح تحتاج مساعدة من واحد. وطبعا متطلبات هذا الجليتش، لازم عندك الارينا، وداخل الارينا لازم عندك جراج الوركشوب، ولازم عندك بانكر، وداخل بانكر عندك شاحنة. انت ما راح تحتاج البانكر، بس راح تحتاج الشاحنة داخل او بالجليتش. وداخل الشاحنة لازم عندك هذا الخيار، هو البيرسونال فيكول ستورج. اوكي، وثاني شي هو تخلي رسبونك بداخل ارينا، ولازم تكون بسيرفر عام. وثالث شي تروح تضغط اوبشن، وتروح على اونلاين، وبعدين تروح على هذه الكلمة، على هذا الخيار اوبشن، وتروح على كلمة ماتش ميكينج، تخليها اوبن. وبعدين تروح على هذا المكان، غرفة الاسبكتور. اوكي، هذا الباب، غرفة الاسبكتور. تروح قريب الباب، و راح تطلع لك هذه القائمة، تضغط على هذا الخيار اكس، راح يدخل لك غرفة الاسبكتور، راح يطلع لك هذا اللودينج، ورا هذا التحميل راح تطلع لك شاشة سوداء. على هذه الشاشة السوداء تنتظر ثواني ويصعدك لغرفة الاسبكتور. دورات ما يصعدك لغرفة الاسبكتور تطلع لك اخطاء، مثلا علامة خطأ، او يصعدك للمهمة عادي، انت تقدر تعيد الخطوة مرة ثانية. بعد ما صعدك غرفة الاسبكتور، هنا تروح تنضم على، تروح تضغط اوبشن، وتروح على فريندز، اصدقاء، وتنضم على اي صديق عندك. تضغط عليه كلمة جوين، وتطلع لك هذه العلامة، اقبلها. بعدين راح صعدك فوق، يطلع لك هذا اللودينج، راح يرسبنك بسيرفر ثاني. بعد ما رسبنك بسيرفر ثاني، راح تشوف نفسك تحت الماب بهذا الشكل. بعدين راح تطلع لك لودينج، تحميل، وراح يطيحك تحت الماب. واذا طلعت لك شاشة سوداء ولودينج، هذا ما راح تقدر تسوي شيء عليها، يعني عيد الخطوة مرة ثانية. واذا رسبنك بهذا الشكل تحت الماب، وصعدك بعدين فوق الماب، هذه الخطوة يعني نجحت. انت تروح تركب اي سيارة، وتروح مكان الارينا. اوكي، هسه اروح مكان ارينا وارجع لكم. هسه بعد ما رجعت لكم، تروح مكان ارينا. تضغط اول كلمة هي الوركشوب، بعد ما دخلك الارينا تروح تركب السيارة المجانية. اوكي، تركب السيارة المجانية، وتقدر تسوقها، يعني ما راح يطلعك خارج الارينا. تروح هذا مكان قريب الوركشوب، راح تشوف السيارة المجانية اختفت. بعدين تروح هذه الدائرة الزرقاء، وتروح على السيارة المعدلة اللي تريد تنسخها، تضغط عليها اكس مرة واحدة، وتروح تنقلها مكان السيارة المجانية اللي اختفت. راح تشوف السيارة المعدلة نسخت. وبهذه الخطوة تروح تركب السيارة المعدلة، لا تركب السيارة المنسوخة. اوكي، تركب السيارة المعدلة، وبعدين تروح ترفع التليفون، وتروح على بلاي كويك جوب، وتروح على اكتيفيتي، وتختار اي واحد من هذه الخيارات. وبعدين تظل تضغط R2 يعني،
راح يطلعك خارج الأريرة. بعدين ترفع التليفون وتروح مرة ثانية على كويك جوب، وهنا تروح تجيب الشاحنة، تضغط التاتش باد وتروح على كلمة سيرفيسز وتروح على موبايل اوبريشن سنتر. وبعدين تروح تاخذ السيارة المعدلة وتروح تدخلها داخل الشاحنة حتى تحفظ السيارة المنسوخة. تروح قريب الدائرة الزرقاء وتضغط يمين. طبعا ما يهم اذا كان داخل الشاحنة سيارة او ما في سيارة، اي علامة تطلع لك اقبلها. هسه حفظنا السيارة المنسوخة، وإذا تريد وإذا تريد تسوي ال تنسخ النسخة الثانية من السيارة، عيد نفس الخطوات وراح تنسخ وياك السيارة. وهذا شرحنا اليوم. إذا أعجبكم حط لايك واشترك بالقناة، وأشوفكم بالفيديو القادم. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's